بكم مشاهدينا الكرام اينما كنتم تتابعوننا عبر شاشه تلفزيون فلسطين في حلقه جديده من برنامجكم دائره الحدث الذي اعتدتم فيه ان نحلل ونناقش من الاحد الى الاربعاء لاحدث ويعني ابرز مستجدات السياسيه والميدانيه على الساحه الفلسطينيه ومجاور الدول المجاوره لها ايضا حلقه الخميس لاجابه عن ما قد يحدث من تساؤلات واستضاحات في البداية دعوني أرحب في بداية هذا الأسبوع بضيفي في الاستوديو في دائرة الحدث الأستاذ هاني المصري مدير مركز مسارات لأبحاث السياسات أهلا وسهلا فيك أستاذ هاني أهلا بك يا هلا كالعادة نبدأ بجولة سريعة لأبرز ما تداولت الصحف ثم نعود وإياك لنبدأ حلقة النقاش التي سنبدأها في الغالب بجمهورية مصر العربية وما يجري فيها لنتابع نبدأ هذه الجولة من الصحف المحلية ومع جريدة القدس مستوطنون يشاركون الجيش الإسرائيلي في الاعتداء على سكان قرية المناطير الوليدة في بورين لإخلائها واللجنة الدولية للصليب الأحمر تطالب إسرائيل بحل عاجل لقضية الأسرى المضربين عن الطعام أما صحيفة الأيام فكتبت الاحتلال يقمع مسيرة تضامنية مع المناطير في كفر قدوم والجهات ترفض اتهامات حماس بإعاقة التحقيق في حريق الشجاعية إلى صحيفة الحياة الجديدة مصدر من حماس يقول غالبا سيتم التجديد لمشاعر. والتلفزيون السوري يعرض أثر العدوان الاسرائيلي. ننتقل الى اهم الصحف العربيه ومع صحيفه الدستور الاردنيه جان كيري يؤدي اليمين وزيرا للخارجيه الامريكيه. الى الخليج الاماراتيه حماس تدعو لارغام الاحتلال على اخلاء المستوطنات. ومن النهر اللبنانيه بيرز اعاد تكليف نتنياهو تشكيل غالبية وتاليف الحكومه. نصل الى اهم ما جاء بالصحف العربيه الصادره في لندن ومع القدس العربي. السلطه تجري اتصالات مع اسرائيل للسماح لحواتما بالعوده للاراضي الفلسطينيه والجبهه الدماغية. ديمقراطية في اشتراط أبيب تخليه عن الكفاح المسلح من أجل العودة. أما الشرق الأوسط فعنونت الرئيس الفلسطيني محمود عباس يدعو الفصائل للاجتماع في القاهرة في الثامن من فبراير. إلى أهم ما جاء بالصحف الإسرائيلية ومن صحيفة معرفي نبدأ. الجيش قدم اقتراحا لنتنياهو بإدخال قوة كبيرة من المشاة ودبابات إلى سوريا لمحاربة القاعدة. أما يدعو تأحر نتنياهو يبدأ اليوم المفاوضات لتشكيل الحكومة وبحوزته 61 مقعدا إلى صحيفة أريتس وزير الدفاع الأمريكي يقول واشنطن تؤيد كل خطوة من أجل منع تسريب السلاح لمنظمات إرهابية وختام جولتنا بأهم الصحف الأجنبية ومع واشنطن بوست على قادة المعارضة في مصر التخلي عن سقف مطالبهم المرتفعة اما نيويورك تايمز فكتبت اوباما رفض خطه كلينتون لتسليح المعارضه الى صحيفه الغاردين البريطانيه هجوم اسرائيل على سوريا بمثابه انذار شديد اللهجه لحزب الله واخيرا من صحيفه ساندي تايمز اسرائيل تدرس اقامه منطقه امنيه مساحتها 16 كيلومترا داخل سوريا اهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام واياكم نبدا حلقه النقاش مع الاستاذ هاني المصري استاذ هاني دعنا نبدا ما يعني من جمهوريه مصر العربيه وما يجري فيها عفوا <applause> حتى نستطيع ان نفهم ما الذي يجري حولنا وكيف يمكن ان تتمخض ملفاتنا الداخليه الى صوره يعني بعد قراءه ما يجري يعني مصر سوريا اسرائيل ملفات مترابطه نوعا ما او في تاثيراتها علينا. نبدا بجمهوريه مصر العربيه وما تداولته معظم الصحف المصريه حول حادثه السحل الذي تعرض لها مواطن مصري على ايدي اجهزه الامن المصريه. في البدايه قيل بانه تم نفي ان يكون هذا الفعل تم من اجهزه الامن ضد هذا المواطن وقيل يعني على لسانه ولسان زوجته قيل انه تم رشوتهم او تاثير عليهم او الضغط عليهم ثم وانكشفت الحاله واصبحت الصوره متناقله ومتداوله واعتذرت الداخليه الذي يجري في مصر الى اين سيصل من وجهه نظرك الولايات المتحده والمجتمع الدولي وهو يراقب وهو يتدخل في بعض الاحيان يعني عندما نسمع ما تقوله واشنطن بوست على قاده المعارضه في مصر ان تخفض سقف توقعاتها المرتفع او ان تخلي عن سقف المرتفع يعني يعني في ايادي اخرى يعني او ما يجري يعبر عن حراك متعدد الاطراف في ميدان واحد مصر طبعا أكبر دولة عربية والدولة القائدة وما يجري فيها يؤثر على كل المنطقة وخاصة على القضية الفلسطينية. مصر بعد الثورة يعني طرحت آمال كبيرة جدا بأن الواقع العربي يمكن أن يتغير بدءا من مصر لأن هذه الثورة كانت عظيمة وشارك بها مختلف أطياف الشعب الفلسطيني ورفعت شعارات جامعة تتعلق بالكرامه والعيش والعداله الاجتماعيه، وبالتالي هذه يعني اهداف يعني كبيره وعظيمه ويستحقها الشعب المصري. رغم مضي يعني اكثر من عامين على الثوره لم تتحقق هذه الاهداف وانما يعني انتهت الامور بان تم استبدال حاكم بحاكم وحزب بحزب ولم يتم تغيير السياسات الاساسيه سواء في السياسه او الاقتصاد. سواء في العلاقه مع امريكا او اسرائيل او غيرهما من الدول، أه. أه لا اقول انه لا يوجد اي تغييرات ولكن لا يوجد تغييرات جوهريه، وبالعكس لاحظنا ان الحكام الجدد يريدون الاستحواذ بالسلطه، أه كما ظهر ذلك واضحا من خلال يعني الاصرار على فرض دستور يعني بالاغلبيه، أه. مع ان الدستور مساله لا تتعلق بالاغلبيه والاقليه، وانما مساله تتعلق بالوفاق الوطني الذي يجب ان يجمع عليه الجميع. لانه يحكم الشعب لفتره طويله ولا يخضع لاقليه واغلبيه متغيره يعني الانتخابات التي جرت حملت اغلبيه نعم. الانتخابات القادمه يمكن ان تحمل اغلبيه اخرى في هناك قضايا يجب الاجماع ومشكل... عليها مش كل طرف كل و... طرف يعمل دستور على كيف جديد. هناك قضايا نعم. متفق عليها نعم. بعد ان يتم الاتفاق عليها يتم المنافسه والصراع نعم. ما بين الاغلبيه والاقليه والاحزاب المختلفه الاخوان المسلمون بعد يعني اكثر من 80 عاما خارج السلطه ومن المعارضه يبدو انهم كانوا تواقون جدا للحكم والاستحواذ يعني بالسلطه واستخفوا بالقوى الاخرى وبالشعب المصري وتصوروا انهم بما انهم الاغلبيه ان الطريق سالك امامهم وبالتالي يعني لم يهتموا بمشاركه القوى الاخرى التي اظهرت والتي والذي اظهر الشعب المصري انه يعني مثلما استطاع ان يتحرك في مواجهه نظام مبارك آه. يتحرك في مواجهه الحكم الجديد لان المساله ليست مساله من يحكم وانما مساله استجابه لمصالح وتطلعات الشعب في الحريه والديمقراطيه نعم. والعداله الاجتماعيه وبالتالي يعني عندما يعني تعرض حماده لهذا القمع بهذه الطريقه امام وسائل الاعلام ذكر الشعب المصري بان هذه الصوره التي كانت موجوده في عهد مبارك لا تزال يعني موجوده ومحاولات اخفاء الحقيقه ايضا موجوده وبالتالي لها دلاله رمزيه كبيره اكثر من مجرد حادثه وخاصه انها حادثه تتكرر يعني ليس حادثه معزوله يعني في سماء صافية وإنما حادثة تتكرر في أكثر من مكان في دول يعني القناة السويس المدن الإسماعيلية وبورسعيد سعيد والسويس وفي الاتحادية في القاهرة وفي أكثر من مكان وفي اسكندرية وغيرها يعني هناك طيب أستاذ هاني تصور أن القمع يمكن أن يؤدي إلى الاستقرار أو إلى صحيح. استمرار الحكم هناك من يقول بأن الولايات المتحدة التي دعمت الإخوان المسلمين حتى يتمكنوا من الحكم في مصر بأن حراكهم في التعامل مع الملف المصري ربما يطرأ عليه تغيير في الولاية الثانية لأوباما هل تتفق مع هذا الكلام وأن جون كيري زيارته على الأبواب في التاسع عشر من هذا الشهر سيكون في الأراضي الفلسطينية بحسب آخر المعلومات سيزور مصر سيزور إسرائيل سيزور الاراضي الفلسطينيه او دوله فلسطين المحتله وايضا المملكه العربيه السعوديه ولكن الزياره الى مصر ماذا ستحمل برايك؟ هل التغيير سيكون ملحوظ ام انه لا تغيير بالعكس هو مجرد احتواء انت شو رايك؟ حتى الان يبدو ان الاداره الامريكيه لا تزال تراهن على الاخوان المسلمين رغم انهم يعني اعداء في الماضي القريب ولكنهم اصدقاء في الماضي البعيد. وبالتالي هناك يعني محاولة لتجديد يعني التحالف ما بين الإدارة الأمريكية والإخوان المسلمين لا يعني هذا أنه لا يوجد أسباب للخلاف والتناقض ولكن هناك صفقة عقدت يعني في ما بعد الثورة وهناك يعني محاولات من أجلها حتى ما قبل الثورة كما بيّنت الكثير من المعطيات والوثائق يعني هذه الصفقه يعني تقوم على اساس ان الولايات المتحده يمكن ان تؤيد حكم يعني جماعه الاخوان المسلمين في مصر والمنطقه اذا ضمنت يعني جماعه الاخوان المسلمين المصالح الامريكيه وامن واستقرار اسرائيل وخاصه معاهده السلام يعني المصريه الاسرائيليه، م. واذا تتبعنا يعني سياسه الحكم الجديد في مصر إذا يعني المصالح الامريكيه وازاء الامن الاسرائيلي ومعاهده السلام، سنجد انه لا يوجد تغييرات يعني جوهريه، يعني لا تزال نفس السياسات، نحن لا نقول ولا ندعو لشن الحرب على اسرائيل ولا على الولايات المتحده الامريكيه، ولكن من حق الشعب المصري م. ومن حق الشعوب العربيه وخاصه الشعب الفلسطيني أن يلمس بعض بعد الثورات تغييرات، يعني أولاً في حياته الاقتصادية والعمل والضمانات الصحية والتعليم، ثانياً في موقف يعني مصر من القضايا العربية وخاصة القضية الفلسطينية. طيب. آه هذا التغير يمكن أن يكون بخطوات محدودة ولكن واضحة الدلالة. عندها ستفكر إسرائيل وستفكر الولايات المتحدة الأمريكية بإعادة النظر في السياسة المتبعة إزاء الفلسطينيين والعرب إذا وجدوا أن الحكام الجدد يتبعون نفس السياسة وهذا لا يستدعي من إسرائيل ولا من الولايات المتحدة الأمريكية إجراء تغييرات طيب. لأننا لاحظنا أن إسرائيل قلقت في البداية قلقا كبيرا جدا من الثورات العربية وبعد ذلك يعني شعرت بالاستقرار العكس يعني ونايمة بالعسل في هذه الفترة يمكن أن تستوعب يعني مم. ما جرى وتجعل المنطقة تعيش صراعات داخلية في كل بلد عربي وبين البلدان العربية وهناك أطراف تتسابق للتحالف مع إسرائيل وبالتالي لا تشكل إسرائيل تهديدا يعني وجوديا هذه طيب أنا, أنا أريد أن أعود إلى أول حراك الثورة في جمهورية مصر العربية كنا نحن كمراقبين قلقين على مستقبل مصر وكان يقال أنذاك وحتى يعني بعد الانتخابات قيل من المراقبين وأعتقد أنك من كنت من أصحاب هذا الرأي في تلك الفترة من أنه حتى لو استلم الإخوان المسلمين فلن يستطيعوا أن يديروا البلد بأهوائهم الخاصة لأنه الآن في رأي عام يراقب الآن الرأي العام يراقب ما زال يراقب ولكن لا أحد يستجيب لاحتجاجات هذا الرأي العام وبالعكس فعلا تدار الأمور بأهوائهم في ضوء هذا المشهد الذي كنا نعتقد بأنه لن يصبح على هذه الصورة كيف سنستقرئ المرحلة القادمة في وقت يندم أو يشعر المواطن المصري بندم على أساس ثورته يعني ليس على مضامينها ولكن على ما جلبت له من صورة أخرى لم يكن يريدها ولم تغير شيء في يعني أسباب الثورة التي عاناها المواطن المصري حتى أنه صلاح جمعة كان مع يوم الخميس الفائت وقال بأنه ما يجري في مصر قريب مما جرى في الأراضي الفلسطينية بين فتح وحماس ما رأيك؟ رأيي أن الثورات العربية أحدثت فرقا استراتيجيا سيترك تأثيرا على ما يجري في مصر وفي المنطقة العربية والدليل على ذلك أن المواطن المصري لم ينتظر 30 عاما حتى يتحرك مثل ما حدث بعد استلام حسني مبارك للحكم في مصر هو تحرك من الأيام والأسابيع والأشهر الأولى وبحضور بحضور فاعل وقوي صحيح انه حتى الان لم يستطع ان يفرض ارادته ولكن الرساله اعتقد انها وصلت للحكام الجدد في مصر وللحكام بالمنطقه العربيه المواطن العربي بات يشعر انه قادر على التاثير على الحكم وقادر على التغيير ولذلك نلاحظ ان الذي يتحرك الان في شوارع مصر ليس الالاف مثل ما يشاع في بعض وسائل الاعلام وانما هناك ملايين يعني تنزل بالشوارع وتهتف و تتحرك وتحاول أن تحدث تغييرا لصالح الشعب المصري وأكدت الأحداث صحيح أنها لم تنتهي حتى الآن ولكن أكدت للجميع أنه لا يستطيع طرف لوحده مهما حصل على تأييد سواء بانتخابات أو بدون انتخابات أن يحكم بمفرده لأ هذه ليست بلد لفريق لا اسلامي ولا غير اسلامي مصر لكل المصريين وفلسطين لكل الفلسطينيين وسوريا لكل السوريين وكل البلدان العربيه ويجب ان يكون هناك تعدديه ويجب ان يكون هناك مشاركه ويجب ان يكون هناك ديمقراطيه وتتيح لكل طرف ان ياخذ حجمه في في سياق اتفاق عام على قضايا واهداف مشتركه، لا نستطيع ان نتنافس اذا لم نكن نتفق على القواعد الاساسيه التي تجمعنا والتي تفرقنا، اذا لم يكن هناك شروط للعب كيف يمكن ان نلعب؟ طيب ممكن هذا في مصر وفي كل الاماكن، الى ان يقتنع الحكام الجدد انهم لو كان القمع استطاع ان ينقذ نظام حسني مبارك لاستمر لا في الحكم القمع لا يمكن ان يؤدي الى استقرار طيب ما شو اللي بتقوله شو اللي راح يصير في اللي بقوله انه هذا الصراع سيترك تاثير ممكن هذا الشهر السنه القادمه بعد عام بعد عامين ولكن سيكون هناك تاثير طيب دام الشعب والمواطن المصري يتحرك مم. لم يسلم ويرفع شعارات منطقيه يعني ضعي جانبا بعض الظواهر الشاذة على الأغلب التي يحركها يعني جماعات محلية أو خارجية لتشويه مصر ولا إضعافها. لا 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 نحن نقرأ في الجو. أكثر من ال من أن هناك ثورة طيب. لا تزال مستمرة م. في مصر. استاذ هاني دعنا ننظر فقط من خارج من خارج الصندوق وكاننا لسنا من هذه م. المنطقه لماذا وتعود الينا تساؤلات التي بدات مع بدايه الحراك م. الشعبي في تلك البلدان انا انجرفت قليلا الى الخارج لانه بدنا نفهم كمان شو اللي بصير في الداخل م. الا من الصوره الخارجيه لماذا لم تحل الازمه السوريه حتى الان وقد عبرت عليها سنتين بينما في مصر حلت يعني اقصد التدخل الخارجي او الحراك الخارجي من الولايات المتحده وغيرها يعني في في هذه البلاد، هل من تفسير منطقي بعيدا عن انه والله الحاله في سوريا بتفرق في على في في الوضع الداخلي انه الجيش مساند للنظام والى اخره، هل من تفسير منطقي لي تحركات المجتمع الدولي وتحديدا الولايات المتحده وغيرها من الدول الاوروبيه في تسيير ملفات هذه البلاد في فرقها بين مثلا مصر وسوريا انا رايي ان كل بلد لها خصائص يعني خاصه بها وهناك قضايا مشتركه مجيء سوريا بعد ما جرى في ليبيا على سبيل المثال وبعد التعقيدات التي مرت بها الثوره المصريه جعل المواطن السوري يعني أكثر حزراً آه آه هذا هذه نقطة يعني في منتهى الأهمية كان بالأول في اندفاع آه عارم يعني عند الشعوب العربية نحو التغيير ونحو دعم الثورات عندما ورد المواطن العربي أن هناك صراع وتنافس بين الثورات وبين المؤامرات يعني أنا اليوم بقرأ يعني تصريح لـ لخالد مشعل بأن ما يجري في سوريا ربيع وليس مؤامرة هذا صحيح نصفياً وليس مم كليا، ما يجري ربيع وما يجري مؤامرات يعني مم داخلية وخارجية، حتى الآن خسارة سوريا أكثر من 200 مليون دولار وسوريا تكاد تضيع وتتقسم وتدخل في فوضى وحرب أهلية وبالتأكيد الثورات هي طريق للتغيير إلى الأحسن وليس طب هو طريق احنا كيف نفسر يعني المؤامرة كيف نفسر الربيع أستاذ يعني حتى في مصر ضمن هذا المعيار نقول إنه في ربيع وفي صفقات نعم نعم أنا وأنا بهذا البرنامج مم. قلت هذا الكلام مبكرا انه الذين يقولون انه ربيع فقط من وجهه نظري مخطئين والذين يقولون انها مؤامره فقط مخطئين، هناك اسباب كثيره تدعو الشعوب العربيه للثوره، الظلم والاستبداد والفساد طيب. هذه اسباب لثورات دائمه ولكن لا يمكن ان يحل ذلك بانه انه نتحالف مع الشيطان من اجل يعني ازاله مم. الاستبداد، لانه من يتحالف مع الشيطان يصبح عبدا له. مم. الشيطان لا يقدم مساعدات مجانيه ولا بيقوم باعمال خيريه من اجل الديمقراطيه ومن اجل خير البشريه. الشيطان يقوم بخدمه مصالحه وليس مم. خدمه مصالح الشعوب الاخرى، والشيطان هو القوى المستكبره والاستعماريه والاستقلاليه مم. التي تحاول ان تبقي المنطقه متجزئه مم. وتابعه وجاهله حتى تبقى اسرائيل لها نفوذ كبير وحتى تبقى المصالح الغربيه هي المصالح المتحققه في هذه المنطقه. طيب مصالحنا اين في وقت الان ادخل الى الشق الداخلي حماس كيف ستقرا خطواتها القادمه تجاه الملف ملف المصالحه تجاه ما اثير مؤخرا من انه في حراك وفي اجتماعات او ربما يعني الطرف الامريكي عنصر فاعل فيها في النظر لمستقبل الوضع الفلسطيني هل تستطيع ان تقول بانه حماس اليوم رؤيتها تجاه الملف الفلسطيني واضحه او تجاه الملف الاسرائيلي والامريكي ايضا واضحه بالنظر الى معطيات الحاله المصريه؟ حماس اكثر طرف فلسطيني تاثر بالتغييرات والثورات بحيث لا لا نستطيع ان نقول بسهوله يعني ما هو موقف حماس؟ حماس الان كان لديها اكثر من موقف هناك من راهن على التغييرات في العالم العربي وعلى صعود الاسلام السياسي ودعا الى يعني تاجيل المصالحه لحين استكمال سيطره الاسلام السياسي على المنطقه لانه هذا يتيح لحماس فرص اكبر بكثير في الوضع الفلسطيني وهناك من كان اكثر يعني رويه ورأى عدم المبالغه في هذه التغييرات وان هذه التغييرات لا تسير في اتجاه واحد وما جرى في الاشهر الماضيه يعزز هذا التيار، ويمكن هذا يكون احد اسباب التي دفعت بالمصالحه، م. انه كان هناك تصور ان الان المنطقه العربيه والابقاء على خالد مشعل نعم،, نعم عاد خالد مشعل مره اخرى الى الصداره، كان قد غاب اشهر يعني صحيح. عديده جدا، فجاه منذ عام شهر تشرين الثاني وخاصه منذ العدوان الاسرائيلي العسكري الاخير على غزه، عاد لقياده ملف المفاوضات حول وقف اطلاق النار، ثم ذهب الى في زيارته إلى قطاع غزة وعاد إلى الصدارة لدرجة اليوم هناك أقوال أنه على الأغلب أن يكون هو, أن يعني هو الزعيم لا المقبل لا. لحركة حماس هذه التطورات أنا أقول ومقتنع تماما لا يجب أن نراهن على الآخرين سواء لا على ثورات عربية ولا على صعود الإسلام السياسي ولا على الإدارة الأمريكية وأوروبا المراهن يجب أن تكون على أنفسنا قدرتنا على الاستفادة من التطورات الإيجابية في المنطقة وفي العالم تتوقف على مدى توحدنا وعلى مدى اتباع سياسة سليمة ورؤية استراتيجية قادرة على الاستفادة من الظروف. درء الأخطار والمفاسد تتوقف أيضا يعني أيضا مش بس تستفيد من الفرص، كمان قدرتك على درء الأخطار والمفاسد والمخاطر تتوقف على أن تكوني قادرة على رؤية هذه المخاطر وقادرة على التعامل معها للحد منها. في كل الأحوال نحن بحاجة إلى الوحدة لأن لدينا وضع خاص فلسطيني نحن لسنا مثل الدول العربية لدينا احتلال إسرائيلي وهذا الاحتلال لا يريد أن يتفق مع فتح ويترك حماس كما كان هناك تصور سابق صحيح. يعني أو يريد أن يتفق مع حماس ويترك فتح الاحتلال الإسرائيلي يستهدف الجميع أنا هذا ما بقوله عشان أطمئن أنفسنا أو نوع من الإنشاء أو الخطابة هذا واقع بدليل أن الارض الفلسطينيه اللي يا عمي فاهم فاهمين احنا ضد الجميع يعني, يعني هذا مفهوم هذا الكلام ولكن قاسم مشترك للعمل المشترك هل يدرك هل تدرك حركه حماس هذا القاسم المشترك يعني انا, أنا أقول اسمع حماس طرف احنا بدنا كل الاطراف تدرك مش طرف واحد هاي لعبة من سؤالي. طرفين صح. أو من عدة أطراف فيها طرفين أساسيين لهم دور صح. أكبر اللي هن خليني أوضح النقطة لكن عشان لكن هناك أخرى وفي مجتمع مدني مع وفعاليات صح. وأطر مختلفة لكن المصالحة الآن على أبواب يعني ضغط دولي أو مبادرات أمريكية وأوروبية أيضا وفد عربي سيتوجه حاملا رؤية عربية تجاه حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وضمن في ضوء ما يعني ما متفق عليه يعني على المستوى العربي والمستوى الفلسطيني دولة حدود 67 عاصمتها القدس الشرقية تبادل طفيف مع الأراضي إلى آخره يعني هذه وفي جدول زمني محدود هذا العام إلى آخره المصالحة قبل ولا بعد؟ في هذا في هذا علي ضوء يعني هذا الحراك من ناحيه من ناحيه ثانيه ما تفضلت فيه انه اسرائيل هي يعني امام تري الجميع سواسية في صراعها مع الفلسطينيين تعاطي كل طرف يعني امام هكذا شيء قادم حماس تطمح لأن تكون بديلا وهذا ليس سرا والنظر لمنظمة التحرير أيضا ليس سرا حتى النهار البيروتية العلم التي نشرته مؤخرا علم فلسطين في هلال ونجمة خماسية بالإشارة أنه هذا علم غزة مثلا هذه أيضا يعني مواضيع يجب أن تكون في الاعتبار أي حزب سياسي أي حركة سياسية تطمح إلى القيادة تطمح إلى السلطة تطمح إلى الحصول على الأغلبية المهم ان تحقق هذه الاغراض باساليب ديمقراطيه وشرعيه م. وسلميه م. لا احد يعترض على طموح عند حماس او صحيح. عند فتح صحيح. او عند اي طرف صحيح. المهم ان لا نستقوي لتحقيق م. هذه المطامح باطراف خارجيه او نلتف او نلتف او م. نتحايل على الاراده الشعبيه او لا نلجا الى الانتخابات او يعني هذا هو الموضوع القصة الاساسيه نحن ليس من يقود بصراحه آه المهم ان يحقق من يقود مصالح الشعب الفلسطيني ومطالبه م. سواء الحياتيه او الوطنيه هذا هو انا القصه مش مثل ما بعض الاوساط بفتح بتقول بحماس بتقول انه فتح آه بكفيها قاده الشعب الفلسطيني عشرات السنين والان وقت حماس م. او مثل ما بيقولوا ناس من فتح إنه إحنا اللي قدنا صلنا عشرات السنين وإحنا الأقدر على مواصلة القيادة القيادة لمن يستحق القيادة. هو الغريب بغض النظر بهذا السيناريوهين صحيح. ولكن ولا ولا حماس من أجل التغيير. حماس تنهج بصعودها خطوات عبرت فيها فتح بالأساس صح ولا لا؟ في في حماس في الخط السياسي. هناك أنا الاعتراضي على حركة حماس م. الآن إنه هي تحاول أن تقترب من البرنامج اللي صارت عليه فتح. واللي بالاخير اعتماد فتح لهذا البرنامج هو اللي ساهم مساهمه كبيره بصعود حماس اللي هو برنامج المفاوضات ومحاوله حل الصراع مع اسرائيل سلميا صراع طبيعته جذرية أهداف إسرائيل جذرية وعدوانية وعنصرية واستعمارية لا يمكن أن يحل الصراع مع إسرائيل ومع الاحتلال الإسرائيلي بوسائل سلمية وجربنا هذا الطريق حماس تقترب من هذا الطريق هون أنا اعتراضي اعتراضي انه احنا ما بصير نجرب اللي مجرب يعني زي ما بقولوا اللي بجرب اللي مجرب عقله مخرب يعني على فتح وعلى حماس وعلى الجميع الفلسطيني ان يناقش ما هي السياسات الجديده والاستراتيجيه البديله التي مم. يجب ان نتبعها بعد هاي الخبرات الطويله وبعد المتغيرات العربيه والدوليه اللي فتح يعني نفسها وصلت لقناعه اذا تجاه. وصلنا لطريق مم. مسدود مم. لماذا نريد بتقولي وفد عربي بده يروح يعمل مبادره مفاوضات طب احنا ما بكفينا يعني لو ذهبنا للمفاوضات ما هو لحظة. مره اخرى بنفس السابق كنت تقول انه العرب نحن يجب ان نغادر مساحه رد الفعل ويجب ان نكون مبادرين وان يجب ان نقوم بخطوات ما قدموا او قاموا بخطوه ليست هي رد الخطوه ورد فعل الخطوه هذا بحد ذاته يعني يعتبر على المستوى الفلسطيني مبادره أني اقول انا بدي ارد اتفاوض بوقت المفاوضات وصلت لهذا الطريق المبادره بانه نقول هذا طريق لاش. المفاوضات آه. كل مم. طريق مسدود لاسباب بنيويه واساسيه شو ما تتعلق اختلال موازين القوى الطريق واضح جدا مم. ذهبنا الى الامم المتحده وحصلنا على قرار مم. بالاعتراف بدوله فلسطينيه لنتعامل على اساس انه احنا صرنا دوله مش حكم ذاتي مم. كيف في التزامات مترتبه على اتفاق اوسلو سياسيه واقتصاديه وامنيه مم. لازم البدء في تغييرها والتمرد عليها في كل في الكلام اللي انت بتقوله اسرائيل في عنصر فاعل والمجتمع الدولي اللي يجب ان يناصرنا ويدعمنا في هذه الخطوات حتى الان مكبل لا م. يمكن للمجتمع م. الدولي ان يناصرنا واذا احنا كنا موافقين على استمرار اللعبه نفسها م. لازم يعرف المجتمع الدولي انه هاي اللعبه خلاص انتهت مش احنا اللي انهيناها انا ما بقول انه الفلسطينيين هن الوقت. فقط اللي انه اوسلو اللي انه اسرائيل سؤال صحيح احنا صحيح. فضل... لازم نعترف بهاي النهايه ونتعامل على هذا الاساس معك. خاصه انه احنا ذهبنا للامم المتحده وهي خطوه مهمه يجب علينا ان نتعامل انه اصبحنا سؤال اخير والله دركنا الوقت استاذ هاني ما تقول يعني مفهوم الى حد ما طيب هل تعتقد بانه اذا وصلنا لمرحله يفرض فيها الاوروبيين والولايات مدعومين بالولايات المتحده او الحراك الامريكي قادم كما يقول البعض بانه قادم آه هل تعتقد بانه سنصل لمرحله تفرض فيها الاراده الدوليه على اسرائيل وعلينا بطبيعه الحال تسويه ما اذا ما قلنا بانه المفاوضات انا آه اؤكد لك انه لا يوجد تسويه تحقق الحد الادنى من الحقوق الفلسطينيه لا الان ولا على المدى المنظور السنوات القليله القادمه لان اسرائيل متعنته ومتطرفه وعنصريه ولا تطرح أي حل يمكن أو أي عرض يمكن أن يؤدي إلى اتفاق يقبله أكثر الفلسطينيين اعتدالا بغض النظر شو ما كان شكل الائتلاف القادم نعم لا إحنا مم. هاي قصة الائتلاف إحنا نضحك على حالنا طيب أنا ما إن نقول يسار ويمين هنا يمين متدرج ليش هو يا إير لبيد مم. طارح يعني حل مختلف مم. ما هو بدأ حملته الانتخابية من مستوطنة أرئيل يعني على سبيل المثال هو فقط بيقول مفاوضات وهلا على فكره اول شيء طرح وضح النقطة يعني مفاوضات مم. لكن بده القدس تتم والكتل الاستيطانيه تتم ويعني انه بس لانه المفاوضات منيحه للعلاقات العامه منيحه لكسب تخرج اسرائيل أمريكا. من عزلتها طيب اسرائيل من عزلتها زي ما قال دوف فايجلس اللي هو مستشار مم. نتنياهو انه المفاوضات هي الطريق الوحيد لخدمه مصالح اسرائيل وهن بدهوش حل بدهم مفاوضات طب انا يعني عشان بس اكون على, الصع على الصعيد الاخر ايضا مشيره له هل المصالحه ايضا قريبه في ضوء المواعيد اللي طرحت مصالحه حقيقيه بمعنى يعني وحدة النظام السياسي وعمل مشترك أعتقد أنها لا تزال بعيدة م. ولكن هناك خطوات نحو المصالحة م. خطوات نحو المحاصصة خطوات نحو التهدئة حدثت ونرحب بها أي إطلاق صراحة لأي معتقل شيء جيد أي حل لأي مشكلة جيد حل جوازات السفر مسألة ممتازة الحديث عن تشكيل حكومة كويس ولكن بدون برنامج سياسي كيف ممكن نتحرك بدون حل الموضوع نعم. الامني كيف نعم. ممكن بدون تشكيل اطار قيادي مؤقت للمنظمه واعاده تشكيلها اللي هي الكيان الجامع للفلسطينيين ليش تاجيل هذه المسائل وخاصه انه احنا اجلنا زمان هذه المسائل وانهارت و... حكومه الوحده الوطنيه بعد اتفاق مكه بعد تشكيلها بثلاث اشهر لماذا لا ناخذ العبر لماذا نعم. نعيد تكرار نفس الاخطاء بدنا احنا وحده تصمد وحده في مواجهه المخاطر طيب. والتحديات مم. مم. مش وحده كيف نتفق بس على تجنب الاقتراب من القضايا المهمه خشية من الفشل بدنا نعمل مساومات عطل... هل هذا قريب كيف. وهذا ما يجب هل هو قريب لا في اشياء نرحب بها ولكن لا يبدو حتى طيب أنا الوقت. ان هناك انهاء حقيقي للانقسام مم. واستعاده حقيقيه للوحده على اساس وطني وديمقراطي وعلى اساس شراكه طيب هذا الذي نحن نريده نعم. يعني مساله الشراكه هاي كمان عليها علامه مم. سؤال في قبول الطرف الاخر ليلها، على كل شكرا لك استاذ هاني المصري مدير مركز مسارات لابحاث السياسات على هذه المشاركه في برنامج دائره الحدث شكرا لك شكرا مشاهدينا الكرام حتى القاكم يوم غد هذه تحياتي اميره حنانيه ومنتقى من البرنامج دائما الف تحيه الى الزاويه الكاريكاتريه تفضلوا دمتم بخير والى اللقاء